اهلا اصدقائي، اتمنى كلكم تكونون بخير وصحه وعافيه. اليوم ان شاء الله راح اوريكم شلون اجهز بشرتي حق المكياج، لان كلنا ندري اذا البشره ما كانت نظيفه وصحيه مستحيل مهما حطينا عليها مكياج راح تطلع حلوه. فاليوم راح اقول لكم شلون انظف بشرتي قبل المكياج، بعدين راح اسوي لكم هذا الميك اب. هذا الميك اب بالنسبه لي مكياج يومي، اهم شيء بميك ابي اليومي ان بشرتي تكون حلوه. اما العين والشفايف عادي احط اي شيء، بس اهم شيء بشرتي تكون حلوه وجلوي. اول شيء واهم شيء الاكل الصحي وشرب الماء، لازم تشربون وايد ماء وتحافظون على اكلكم انه يكون نظيف وصحي عشان البشره من داخل تكون صحيه. بعدين ارطب بشرتي بماء واستخدم هذا الغسول عليها. هذا الغسول توا واصلني، صار له تقريبا اسبوع فما اقدر اعطيكم رايي الكامل فيه، بس هو جل. اختاروا اي جل كلينزر انتم ترتاحون عليه وبشرتكم ترتاح عليه وغسلوا وجهكم في الصبح. هذا من براند اسمه سكن سوتيكلز، شلون اقولها صح؟ ابل الوجه بماي بعدين اخذه واحطه على كل وجهي. والغسول على وجهي اخذ هذه الاله من فوريو اسمها لونا 2. ابي اتجنن بنات، هذه الاله جميله. هذه تنظف البشره تنظيف عميق، ما تستخدم لازاله المكياج، تستخدم حق ما بعد المكياج او ما قبل المكياج. فاليوم احنا راح نستخدمها قبل المكياج. انا عاده بالليل لما اشيل مكياجي استخدمها مع غسول حق تنظيف عميق حق البشره، خصوصا لما تحطون فاونديشن بشكل يومي تحتاجون شيء ينظف بشرتكم تنظيف عميق. فهذه عجيبه. ليش حلوة وأحبها وحد يستانس عليها؟ أول شيء ما تجرح الوي، لأن الفرشة هني سيليكون فوايد ناعمة على الوي، وايد جنتل، ما تيمع جراثيم وما تحتاجون أنكم أنتوا تغيرونها نهائي. الحلو فيها هم أن هي ووتر بروف، فهي مضادة حق الماء، فلما تبون تغسلونها عادي تحطونها تحت الماء، وحتى وأنتوا بالشاور تقدرون تنظفون وجهكم فيها. عجيبة. بعد ما حطيت الغسول على وجهي أحطها تحت الماء شوية وبعدين أشغلها تشتغل من هني، بس كذي تضغطونها وتقدرون تتحكمون بسرعتها لانها كذي يعني تتحرك. ف نفس تسوي ذبذبات حق الوي وتحركه فتحرك الدوره الدمويه بالوي. ليش احب استخدمها الصبح؟ لان اول شيء تنظف الوي عدل، ثاني شيء تعطي وجهي انتعاش، تعطيه حيويه، شنو تخلي فيه حياه من هذه الذبذبات. بنفس الوقت تنظفه وتخليه مستعد انه هو يستقبل الكريمات اللي راح احطها عليه، فوايد احبها، حيل انصح فيها. ايضا من وراء من هني تنشحن، تحطونها الشاحن وتقدرون تستخدمونها تقريبا 400 مره على ما يخلص الشحن. تخيلوا لما تقلبونها بالوجه الثاني، هني مصممه ان انتم تقدرون تحطون الكريم فيها او تحطون الكريم بعدين تمشونها على وجهكم. هذه تكافح التجاعيد وتشتغل على الخطوط التعبيريه. طبعا في انواع تقدرون تطلبون النوع اللي يناسب بشرتكم، في حق البشره الدهنيه، المختلطه، الحساسه، فانتم شوفوا شنو بشرتكم وطلبوا اللي يناسب بشرتكم. اذا حابين انكم تطلبونها حطيت لكم لينك تحت تقدرون تضغطون عليه وتطلبونها. بعد ما نظفنا البشره بلونا راح ننشف الوي وبعدين نبدا نحط كريماتنا. اول كريم راح احطه من جلوسيه، هذا كريم مرطب من ماركه اسمها جلوسيه، اسمه برايمينج موسترايزر ريتش، وايد حلو حبيته. اذا ملاحظين تقريبا بيخلص، بس هذه البراند للاسف مو موجوده بالوطن العربي، لازم توصلون عليها من برا او تطلبون من الويب سايت مالهم. بس انا وايد حبيتها كسكين كير، ميك اب مو وايد عجبتني بس سكين كير وايد حبيتها. بعدها راح نحط كريم العين. كريم العين اللي قاعده استخدمه الحين من كيلز اللي هو الافوكادو، وايد حبته، حيل مدح عليه والفولورز مالتي مدحوه وقالوا لي اشتريه فشريته، وايد حبته، ترطيبه جدا عالي وحيل مرتاحه معاه والكميه اللي فيه جدا كبيره. طبعا ما ننسى الرطب الشفايف، هذا مرطب حق الشفايف اسمه دكتور ليب، خيالي، وايد احبه. من اول ما استخدمت هذا قمت ما اقدر اعيش بدونه من كثر ما انه ترطيبه جدا عالي، فهذا احطه صبح وليل، والحين احطه قبل الميك اب عشان يرطب شفايفي على ما احط الحمره. واكيد ما ننسى الحمايه من الشمس، ايضا قاعده احط الحمايه اسمها انفيزبل شيلد من جلوسيه، استخدمها يوميا قبل البرايمر لان شمسنا ما ترحم، وهذا وايد احبه لان ما في لون، ولما احطه على وجهي كنت قاعده احط جل فما يبين، لان اغلب الحمايات فيهم لون، فيهم لون فاونديشن او فيهم لون ابيض، بس هذا لا كنا جل، لما احطه على وجهي ما يبين شيء.
بعدها اشرب قهوتي وانطر شويه عشان اخلي فتشه حق بشرتي انها تتشرب كل هذه المرطبات. او البرايمر راح استخدمه اللي هو من نيكس اسمه هايدريشن تاتش، وايد حلو، هو اويل برايمر. هذا انا مو كل يوم احطه اذا كنت ابي بشرتي يصير فيها لمعه، يصير فيها يبين شكلها مترطب وصحي. هذا وايد حلو لانه يرطب البشره قبل لا تحطون الفاونديشن. باخذ شويه قطرات واوزعهم على وجهي. بعد ما رشينا البرايمر راح نحط الفاونديشن. اليوم راح اخلط مارك جايكوبز شيمليس، وبعدين راح احط معاه قطره واحده بس من برو فلتر من فانتي بيوتي. تغطيتهم راح تكون ميديوم على الوجه، وممكن انه تزيدونه او تنقصونه حسب حاجتكم يعني، بس انا احتاج ميديوم لايت ميديوم كذي. فهذول الاثنين راح يعطوني تغطيه وايد حلوه حق اليوم. طبعا لان عندي هالات سوداء لازم احط كونسيلر. اليوم راح استخدم كونسيلر نارس، من احلى الكونسيلرز اللي مروا علي، راديانت كريمي كونسيلر ميديوم 1 كاسترد. بعدها راح نثبت الميك اب باودر. اختاروا اي باودر انتم تحبونه، انا احب هذا اللوس باودر من YSL. راح احطه بفرشه على كل وجهي. لما تحطون اللوس باودر بفرشه انا بالنسبه لي معناتها تغطيته تكون خفيفه. اذا حابه ان انا اثقل التغطيه على اماكن معينه تحتاج تغطيه زياده، او لاني ابي احافظ على بقائها خلال اليوم، احطها ببيوتي بلندر. احط الباودر ببيوتي بلندر، الاغلب احطها تحت عيني وحوالين انفي. بالنسبة حق الكونتور، إذا كان مكياج يومي ما أحب أركز عليه وايد، فأحب أخذ هذا من مارك جايكوبز اسمه تانتاستيك رقم 104 عجيب. أحب أستخدمه على الأماكن اللي نسوي فيها كونتور إن جنرال. بعد ما سوينا الكونتور حق الوي راح ناخذ هذا البلاشر من شارلوت تيلبري اسمه فيرست لوف. هذا ينن أستخدمه بشكل يومي لأنه يدوق على كل شيء صراحة. لونه كذي بيج على مشمشي فاتح، عجيب عجيب عجيب، وايد احبه. بالنسبه حق الاضاءه، اليوم راح استخدم هذه الاضاءه باربع الوان من ديور، وايد حلوه لانها ناعمه. فراح اخذ اللون البينك مع اللون الذهبي، اخلطهم مع بعض واحطهم على خدي. عشان ندمج كل شيء على الوجه مع بعض، راح ناخذ هذا الباودر من نيكس اسمه نو فلتر فينيشينج باودر. هو باودر عادي بس انا ماخذته لونه غامض شويه، خذيته لونه ساند، فاستخدمه كبرونزر. اخذه بفرشه كبيره وامشي على كل الوجه فيه عشان ندمج كل شيء مع بعض، ونفس يعطيني لون كامل حق الوجه، فوجهي كله يصير لون واحد. بالنسبه حق الحواجب، بس راح نملي الفراغات راح استخدم لون فاتح من بنفيت. هذا القلم اسمه جوف بروف براو بنسل رقم 3، وايد حلو حق الميك اب الفاتح والاستخدام اليومي. بالنسبه حق الاي شادو، ما راح نحط اي شادو صجي، راح ناخذ البرونزر اللي احنا استخدمناه ونحطه على الجفن المتحرك وعلى الجفن التحتي، بس عشان نعطي لون خفيف حق الجفن ونخليه ابيض. بعدها راح نحط ماسكارا. ماسكارا اليوم من شارلوت تيلبري اسمها ليجندري لاشز. اذا عندكم رموش بس حطوا ماسكارا، اذا حاسين ان ما عندكم رموش ركبوا رموش خفيفه نفس انا اللي ركبتهم الحين. ساعات انا اركب رموش اخف من هذول، بس هذول اللي شفتهم قدام اليوم عشان التصوير حطيتهم. بس عاده انا بشكل يومي ما احط رموش تركيب، احط بس ماسكارا واطلع. عشان نخلي اللوك فريش اكثر، راح ناخذ شويه من اضاءه ديور ونحطها على مدمع العين، كذي يخلي الوي يبين فريش اكثر. بالنسبة حق الحمرة، راح اخذ حمرة من التا 3 اسمها براون شوجر، وايد حلوة بنات لان لونها وايد طبيعي ومات. فلما تحطونها على شفايفكم ما تشكم حاطين شيء، بس في لون كذي حلو طبيعي، ولان الجلوس يعطي لوك فريش وصحي اكثر، فراح احط فوقها هذا الجلوس من نيكس من كولكشن باتر جلوس اسمه انجل فود كيك. اخر شيء احب ارش مثبت مكياج على وجهي او اي ماي في ماي وورد او اي شيء كذي ينرش بعد المكياج. احس هذه الخطوه تعطي لوك حق الوجه يكون مترطب اكثر وفي لمعه، وتثبت المكياج بنفس الوقت. ب
بس كذي خلص فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا فيه. لا تنسون اذا حبيتوا الفيديو تسوون لايك، اذا عندكم اي اقتراح كومنت او استفسار تكتبونا تحت بالكومنت، لا تنسون تسوون سبسكرايب عشان يوصلكم كل شيء جديد ينزل القناة، ايضا لا تنسون تضغطون على شكل الجرس عشان يوصلكم تنبيه ان نزلت فيديو جديد على اليوتيوب. اشوفكم ان شاء الله بفيديوهات جايه، باي.